أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز أن يقسم أحد على الله مستدلا بحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، الإقسام على الله أن يفعل الخير، شوف فرق، أن يفعل الخير هذا جائز لأنه حسن ظن بالله، أما الإقسام على الله أن لا يفعل الخير وأن لا يغفر لفلان هذا لا يجوز، لأنه سوء ظن بالله عز وجل وقنوط من رحمة الله. فالحلف على الله أن لا يفعل الخير أو لا يرزق فلانا أو لا يغفر له هذا لا يجوز، لأنه سوء ظن بالله وسوء أدب مع الله وفيه قنوط من رحمة الله. وأما الحلف على الله بأن يفعل الخير هذا جائز لأنه حسن ظن بالله عز وجل. نعم، حسن